مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا العدد الجديد من برنامجكم تواصل دوت كوم. كما جرت العادة، لدينا في هذا اليوم المزيد من الأخبار التي شغلت ساحات التواصل الاجتماعي، لا سيما من يرتدون موقعي فيسبوك وتويتر. إلى العناوين الآن، ومعنا في العنوان الأول لهذا اليوم: مشاجرة في منطقة المنصور ببغداد وإطلاق أعيرة نارية وعراضة عشائرية بالمثنى تؤدي إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين. إلى الفلوجة، وهناك ألغام في منطقة الشهداء لا تزال موجودة بسبب الإهمال الحكومي بحق المدينة وسط مخاوف على حياة المواطنين. الآن نذهب إلى كربلاء، وهناك جسر البتة شاهد على معاناة مواطني مدينة الحلة، ومدرسة في محافظة كربلاء تنتظر إتمامها منذ عام 2011. أما في مدينة الطب، فارتفاع الأجور يهدد ويرهق المواطنين، إضافة إلى مستشفى الكفيل في كربلاء الذي يعاني من الأمر نفسه. كالعادة إذن، غياب حكومي عن منطقة المنصور في بغداد. شباب يستقلون سيارة حكومية، يطلقون النار بطريقة تعكس استهتارهم بالأمن وبسلامة المواطنين. شلون بالاستهتار؟ احنا باع غدارته هو بالشارع يتعارك، شالها على العالم، هاي سيارته فلاشارتها هي واقفة على الطريق على العالم. شوف هاي بالمنصور 14 رمضان قبال مطعم تدي. شوف 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 شال الغدارة بوجههم، يرمي طلقات بالجو، اجى بالجيش يركض عليهم. وانا بالجيش، هذا بالجيش جاي يركض عليهم يم الجسر. هذا شوفه جاي يركض، هذا على الجزر. شوف يلا ابو الجيش اذا ترى، هذا شوف فجاه يركض، هذا على الجزر. شوف يلا ابو الجيش اذا ترى الرجال اصلخهم بالنعل قدام العالم، لان هذا استهتار. حين يغيب الامن لا تنتظر سلامه المواطنين، فالكثيرون يستغلون الفرصه ليفتعلوا المشاكل طولا وعرضا، فما بالك حين يكون مثيرو المشاكل أفراداً من القوات الحكومية. عن الذين رأيتم نتحدث، فهم يستقلون سيارة حكومية. إلى المثنى الآن، وهناك عراضة عسكرية وتفاخر بإطلاق النار أدى للأسف إلى مقتل أحد المواطنين. شاهدوا ما تفرزه هذه العادات من كوارث. ألف واجب وألف يا حبيب الشيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أن وقعت الكارثة، أحدهم قال توقفوا توقفوا عن إطلاق النار. طبعا قضية مقتل مواطن في عراضة بالمثنى أثار حالة من السخط، لا سيما وأن الحدث يعكس استخفافا بأرواح الناس، وإطلاق النار بشكل عشوائي يؤدي حتما إلى نتائج كارثية. السلام عليكم. عشرات المرات الأمة الإسلامية حذرت، المرجعية حذرت، قيادة شرطة المثنى حذرت، لا حد يرمي إطلاقات عشوائية، لا بفاتحة ولا بشهيد ولا بمناسبة ولا بعرس ولا بأي شيء. للأسف اليوم جريمة أخرى وقعت في المثنى، عراضة عشائرية بالمثنى، فلت سلاح بكيسي من اللي يرمي، وانكتل واحد وانجرحوا اثنين، واحد انكتل وانجرحوا اثنين. ليش؟ لأن الحجي وقع سلاحه، سلاح البيكيسي مالته، وقع بنص العراضة العشائرية، وراحوا بيها ناس أبرياء. منو يتحمل؟ منو يتحمل؟ أكيد هسه المتوفي يشبع شتايم، الشهيد يشبع شتايم، العريس يشبع شتايم. ليش وقت نفهم إنه هاي الظاهرة محرمة عشائرياً وقانونياً وشرعياً؟ ليش وقت نفهم هذا الشيء؟ ما أعرف.
طبعا هذا يعزز فكرة أن هذه الظاهرة ينبغي الوقوف عندها كثيرا، ينبغي قوننتها، ينبغي الإحاطة بها، ينبغي إذا ما أراد القائمون عليها الاستمرار بها أن يكون هناك نوع من الانضباط، المتابعة، لا يكون هناك فوضى مسلحة، من يستطيع حمل السلاح، من لا يستطيع، من يستهين بأرواح الناس، من يظهر كما لو أنه حريص، ينبغي أن يكون هناك المزيد من الاهتمام، إضافة إلى مسؤولية القوات الحكومية عما يجري. لماذا هذه الفوضى بحمل السلاح؟ أيضا هذا الموضوع يفرض نفسه. إلى موضوع آخر بسبب ضيق الوقت، مر وقت طويل كما تعلمون على ما تسميه الحكومة الحالية تحرير مدينة الفلوجة من تنظيم الدولة، وإلى الآن لم تزل القوات الحكومية الألغام المزروعة في أكثر من مكان بمنطقة الشهداء بالفلوجة، ما ينذر باحتمالية وقوع العديد من الانفجارات لا قدر الله في حال لم تجمع هذه الألغام وتنظف المدينة منها. منطقة حاليا منطقة الشهداء الثانية كلية ملقومة مثل ما تشوفون. طبعا أنا هسه واصل هذا لقم، هذا لقم، هناك العلامات إذا تشوفون هذا هم لقم، البيوت رغم الخراب اللي بيها لكن ما زال بيها ألقام. الشارع اللي جاء أمشي عليه حاليا بوا كل ألقام، هاي كل ألقام، لحزال ألقام، وما حد جاي يوصل. وعدد الشهداء بهاي المنطقة اللي رجعوا وصل 35 شهيد لحد الآن، رجعوا لبيوتهم لكن نفس الحالة، بيوت ملقومة مثل ما تشوفون. طبعا احنا جا نمشي ومثل ما تشوفون المنطقة خراب خراب، دمار. هاي البيوت، يعني هذا البيت، هذا الخراب اللي بمنطقة الشهداء الثانية اللي هي أول منطقة تحررت بالفلوجة، لكن لحد الآن ما متنظفة. أوائل راجعة. طبعا المتحدث في هذا المقطع المصور تحدث عن 35 قضوا بسبب الإهمال الحكومي المتواصل فيما يتعلق بمنطقة الشهداء الموجودة في الفلوجة، وهناك لا تزال الكثير من الألغام الأرضية مزروعة، ولم تأتي أي جهة، أي لجنة حكومية، أي جهة متخصصة من قبل هذه الحكومة حتى تزيل هذه الأخطار، هذه الجثث. كيف هي جثث؟ إذن هي جثث مؤجلة، هذه الألغام معناها جثث قادمة ستضاف إلى رقم 35. هل سيحضرون حينما يصبح الرقم 350 مثلا؟ على أي حال أيتها الحكومة، شيء من الوقت الذي يصرف على دعايات انتخابية أوقن المواطنون كذبها وكذب من يروجون لها، شيء من هذا الوقت أنفقوه على الفلوجة، فأرواح المواطنين ليست عبثا ولا سلعا تتاجرون بها بصمتكم وإهمالكم وعدم قيام أجهزتكم الحكومية بواجباتها الأمنية لضمان سلامة الجميع. صمتكم يعني أنكم المتسبب الأول في الجريمة. أنقذوا الفلوجة بإزالة ما ظل في منطقة الشهداء من ألغام كي لا تقع جرائم جديدة تتباكون عليها لاحقاً، وكل منكم يبدأ لصق التهمة بغيره. بالصوت والصورة، طفلة عراقية من مدينة الحلة بمحافظة بابل أو الحلة تتحدث عن معاناة المواطنين بسبب جسر البتة. شاهدوا ماذا تقول لتوقنوا فوق يقينكم بأن الفساد المستشري لينتهي، فإنه يحتم عليكم ألا ترحموا أحداً من الفاسدين. دول موظف عند الدولة، مهمته تخفيف معاناة المواطنين. احنا اليوم امام جسر بتة، احد صفحات العذابات اليومية للمواطن الحلي. شوفوا الازدحام على مد البصر، هذا الجسر يعتبر المنفذ الرئيسي لبقية المحافظات. كان المفروض قبل سنتين او اكثر يتم انشاء السايد الثاني للجسر، ولكن الفساد ومحاولة اذلال المواطن ومحاولة تدمير هذه المدينة حال بين إنجاز المشروع. إيرادات البلدية 30 مليار دينار سنوياً، كلفة إنشاء هذا المشروع 8.5 مليار. طيب محافظة بابل ليش ما تنشئ هذا المشروع من إيرادات البلدية إذا هي لا مدرسة يبنون ولا شوارع يبلطون ولا رواتب العمال البلدية ينطون؟ لا شي يسوي. شنو شغلكم؟ انتوا ليش يسموكم حكومة محلية؟
انتم مجرد تجار مآسي. هذا الجسر يبعد 2000 متر عن مبنى المحافظة، لكن هو يبعد 2000 سنة ضوئية عن ضمير المسؤول اللي نايم في المحافظة. أنتم مجرد تجار مآسي، هكذا وصفت هذه الطفلة من مدينة الحلة بمحافظة أو يعني بمحافظتها، هكذا وصفت الطفلة من يقومون على شأن هذه المحافظة، وقالت إن هناك الكثير من الكوارث، هناك مدارس ما زالت معطلة، هناك مصانع ما زالت معطلة، هناك طرق لم تزل موقوفة، والسبب أو الهدف من وراء كل هذا تدمير المدينة. إلى محافظة كربلاء الآن، وهناك مدرسة معطلة لم يكتمل إنشاؤها، وقد وصل للأسف إلى 90%. 10% تعطل إتمام بناء مدرسة في حي الفارس منذ عام 2011، والمسؤولون أوقفوا العمل لتبقى المدرسة معطلة في انتظار من يراعون الله بحقوق العراقيين، لا من يبدعون بالفساد وإضاعة الحقوق. صباح الخير، مثل ما تشاهدون أنا دائما ما تعود أطلع وياكم بداية الفيديو وأحكي، ولكن اليوم لفت انتباهي هذه القطعة اللي قطعة أحد المدارس اللي معنية بالعلم والأجيال وتربية الأجيال، والبلد اللي ما يكون بعلم وتعليم للأسف يكون مجتمع رجعي، مجتمع متخلف، وعذرا عن هذه الكلمة، ولكن اللي يقودون البلد وصلونا أن نحكي بهاي الطريقة. زي ما تشوفون يعني 360 يوم مدة المشروع، لازم المشروع يخلص، ولكن يعني المشروع ما تنفذ وبقت على هاي الوضعية. حبيت أنقل لكم هاي الصورة ونتحدث عن ما يدور بهاي المدرسة. احنا هسه بحي الفارس، حي الفارس من الأحياء الموجودة في مدينة كربلاء، وحي رسمي مثل ما تشاهدون، ولكن اللي لفت انتباهي انه هاي المدرسة. احنا محتاجين العلم حتى نربي أجيالنا وننهض بواقع البلد، ولكن للأسف شفتوا حتى القطعة اللي هي 360 يوم، وهذا المشروع صاب الاندثار منذ عام 2011، وأكيد الصورة واضحة قدامكم، ومتدخل المحافظ ومتدخلين شخصيات ومن الوزارة، ولكن دون جدوى. أنا حبيت أنقل لكم هاي المعاناة وهاي الصورة. دشوا إذا منذ عام 2011 هذه المدرسة في حي الفارس بمحافظة كربلاء، للأسف لم يكتمل بناؤها رغم الوصول إلى 90% من إنشائها، يعني 10% تحول ما بين إدارة المحافظة وإتمام هذه المدرسة. ذات الشاب الذي صور هذا المقطع أجرى حوارا مع عدد من أهالي تلك المنطقة التي يذهب أبناؤها الآن إلى مدارس بعيدة بسبب تعطل بناء المدرسة في منطقة الفارس. نذهب ونتابع البقية. اليوم انتم وين تودون جهالكم اذا هاي بالحي ماكو مدرسه؟ والله نوديها الى حي بعيد عنا تقريبا ثلث ساعه. زين، واغلبهم يروحون بخطوط لانه تعرف هاي ومعاناتنا، يعني احنا ضافه العالم دخلها كله محدود. زين، وهاي الخطوط الخط 50 و40 الطالب، هاي هم جهد مضاف اضافه حتى تامن على ابنك، والا انت ما تخليه يمشي هالمسافه كلها. ما اعتقد ابن مسؤول اليوم يمشي لخطوتين، اللي سيارات الدوله كلها موفره لهم، يسوق هو وزوجته بيها. هسه ما عندنا ابويا مدرسه تفتحونها ومبنيه وكامله 95% نسبه انجازها، يعني حرامات هذا البناء يندثر ويروح. زين، واحنا نحب نوصل صوتنا، عسى لعل الله سبحانه وتعالى ذول يقعدون يستيقظون من النوم هاي العميقه. اسمعت لو نادي تحيين بنايه كامله حرامات. 7 سنوات وهذه المدرسة معطل إتمامها، والمتبقي 5% كما يقول والد أحد الطلبة الذين يضطرون إلى الذهاب إلى منطقة بعيدة بسبب تعطل هذه المدرسة التي هي بحاجة إلى جهود قد لا تأخذ أسبوعاً أو أسبوعين من أجل إتمامها. ترى ما هو المغزى ومن المستفيد، ولماذا هذه المضايقات بحق أهلنا من أبناء العراق الجريح الذين يتوجهون إلى مدينة الطب وتصدمهم المبالغ الضخمة المفروضة عليهم إلى جانب أدوية باهظة الثمن؟ السلام عليكم. اليوم بزيارة مستشفى الشهيد عدنان في جناح الكلى. للأسف المرضى هنا شقد فحوصات مالتكم؟ شقد احكي؟ أقل فحص 200 و250 سنين. هذا شقد فحصه؟ هذا 250. وهذا؟ البقية على 50 و75. زين، هذا فحص، هذا الفقير يموت يعني، انت ايش قد فحصه؟ هاي بيش الابره؟ هاي الابره ابره بثمن اوراق، ابره بثمن اوراق، يعني مليون دينار. هذا الرجل يموت اذا هاي ما يضربها، وهذا والده
وبعد شنو الفحوصات الغالية عنده؟ هي هاي الأوبرا ومن عدد التحاليل والعاية. فوزيرة الصحة خلي تشوف الناس الفقرة بكان ما جاي تستورد. استغفر الله يا رب وتوب لك. هاي الفحوصات انت مريض، هاي الفحوصات شنو؟ بيش أسعارهم؟ كلها غاليين؟ ايش قد؟ والد مع الخزعبيين 50 يعني أقل شنو؟ أقل؟ أقل فحص 200 وليترايا 50 و70 و75. ذات الكارثة ولكن بشكل آخر موجودة في مستشفى الكفيل بكربلاء، المستشفى الذي قيل إنه أقيم من أجل المواطنين أصبح أشبه بدار جباية، وبعض أهل كربلاء يعبرون عن استيائهم ويتحدثون أن الغلاء في المشفى لا يمت إلى الدين بأدنى صلة. مستشفى الكفيل يحكي على الكفيل يصير حرام لو مو حرام؟ عمي ما يصير، انتبهوا، خاف ما حد قال لكم يا احنا نقولها هسه على رؤوس الملأ. ليش؟ لان وصلت للقتل، هذا قتل للناس. تمني يطب كل شو ما بيه ويطلع بالسد ويموت ودافع له 6.5 ملايين، وهذا مثل من عشرات الامثله اللي جابوا لي اياها. عجبوني، تعجبت، احنا ابتزاز. وين العتبة عن الموضوع هذا؟ خل تنتبه، هاي كارثة، هذا تهديم داخلي. هذه نقطة جدا مهمة نوجه لها. المتولين الشرعيين ينتبهون على هاي الأسماء المقدسة اللي هي بعقر دارنا بكربلاء المقدسة. وياي هذه انتبهوا عليها، احنا نحكي اللي لنا واللي علينا. واللي يزعل خل يزعل. احنا ما دا ننتقد أحد غير نحن شباب عشيرة آل جوابر في محافظة ذي قار. قمنا بمظاهرة رفضاً لزيارة عمار الحكيم لعشيرتنا المجاهدة، وكذلك نرفض أي زيارة لمسؤول لنا لأن كلهم فاسدين. هذا ما كتب على الصفحة الرسمية لعشيرة آل جوابر في فيسبوك. الزيارة تمت، وهذه الصور التي ستظهر أمامكم الآن تتحدث عن هذا الموضوع. هذه هي الصور التي يبدو فيها عدد من شباب عشيرة الجوابر يحملون يافطات كتب عليها نرفض زيارة الحكيم وأي مسؤول فاسد لأننا نعدهم جميعا فاسدين. الآن سنقرأ عليكم عددا من التعليقات التي تفاعلت مع هذا الموضوع من رواد فيسبوك من الشباب العراقي. في الموضوع أو التعليق الأول، فاطمة تكتب: والله إذا صدق الخبر فعلا أبطال، الله ينتقم من البرلمان والسياسيين بسببهم دمار العراق والشعب. فاطمة تقول: إن سبب ما يعيشه الشارع العراقي من مصاعب ومن ظروف اقتصادية سيئة إنما مردها إلى جهتين سياسيتين هي الحكومة والبرلمان، والمتضرر الوحيد هو الشعب العراقي لا غير. إلى التعليق الآخر في هذه القضية، ليث الحسيني يقول: هاي هوصية شباب، أما الشيوخ بعشايرنا عندهم غير حسابات أحساب، عندهم غير حسابات أحساب البلد وشباب. ليث يقول: إن هناك حسابات سياسية قد تختلف من طرف إلى طرف آخر، وقد تختلف من مستوى إلى مستوى آخر. الشباب لهم طموحات، لهم أفكار، لهم نظرة فيما يتعلق بالواقع السياسي العراقي، وهناك مسؤولون لهم علاقاتهم بشيوخ العشائر. هكذا يقول ليث. إلى تعليق جديد على هذه القضية، رفض زيارة الحكيم إلى عشيرة الجوابر، يقول حسام: خطوة جيدة، لكن السؤال راح يرفضون يستقبلون رموز الفساد؟ يتحدث هنا هذا الشاب ويقول: هل سيرفضون استقبال رموز الفساد بالقادم من الزيارات، أم أنها فقط يعني مرة واحدة رفض ربما لن يتكرر، كأنها دعوة لتكرار مثل هذه التجارب؟ إلى تعليق جديد، علوية الياسري تقول: أحسنتم بارك الله بكم، ويجب على الجميع أن يكون لهم نفس الموقف. أين كان الحكيم من الناصرية واهلها من هذه السنوات؟ الحذر الحذر من عودة الظالمين. السيدة هذه تقول: إن الحكيم ومن يدور على ذات الطريق ومن هم على شاكلته إنما هم مجموعة ممن يستأثرون بخيرات العراق، ممن يحتكمون إلى أجندات خارجية، أما الشارع العراقي فهم لا علاقة لهم به. إلى التعليق الأخير في هذا الموضوع، معنا الضمدي سعدون يقول: ولكن يجب أن ترفع هذه اللافتات بوجه باقي الفاسدين حتى لا تصير دعاية انتخابية للغير.
هذا الرجل باختصار يريد أن يقول إننا نطالب من البقية من الشباب العراقي أن يعبروا عن سخطهم وعن غضبهم وعن رفضهم لزيارات مسؤولين سياسيين يروجون لأنفسهم وللانتخابات القادمة. إنه يقول: نتمنى ألا تتوقفوا عند هذا الحدث الذي قمتم من خلاله بالتعبير عن رفضكم لزيارة عمار الحكيم كي لا يستثمرها أو كي لا يستثمرها آخرون سياسيا، وتبدو وكما لو أنكم تخدمون الآخرين انتخابيا وأنتم لم تقصدوا يا أبناء عشيرة الجويبر هذا الأمر. إنهم يريدون منكم ومن غيركم أن تعلنوا رفضكم لمختلف السياسيين الذين يريدون استغلالكم من أجل مصالحهم الشخصية فقط. بعد قليل نذهب وإياكم إلى تويتر. بماذا يشتهر العراق؟ هذا الوسم الإلكتروني أو الهاشتاغ هو الذي اشتهر مؤخراً على تويتر. نقرأ عليكم التغريدات التي اخترناها لكم تحت عنوان بماذا يشتهر العراق. في التغريدة الأولى كتب سجاد: بماذا يشتهر العراق؟ بأفسد رجال سياسة عرفهم التاريخ. هذا الشاب اختصر الفكرة ولم يرد أن يتحدث لا عن تراث ولا عن صناعات، وإنما تحدث عن واقع سياسي تشتهر به العراق، يقدم للجمهور الفاسدين لا أكثر. لعل الأمور تتغير إلى الأحسن لاحقا. إلى تغريدة جديدة. مريم تكتب: يبلغ عدد المواقع الأثرية في العراق أكثر من 12 ألف موقع، يضم معظمها أثارا لحقبات زمنية مختلفة. هذه الشابة تتحدث عن أن العراق يشتهر بالمواقع الأثرية. هناك تباين في آراء الشباب، هناك من نظر إلى الواقع وهناك من ينظر إلى الماضي العريق. إلى تغريدة جديدة. ستار الجيزاني يكتب: لا يوجد في العراق محافظة أو منطقة أو مدينة أو صحراء خالية من أثار تاريخية أو حضارة سابقة. 90% من أثار العراق غير مستكشفة. طبيعي أن تكون غير مستكشفة لأن هناك مسؤولون يريدون اكتشاف المزيد من الأموال وادخارها إلى جيوبهم، طبعا من جيوب المواطنين. تجمع هذه إلى التغريدة الأخيرة. لا. أحمد يكتب: يشتهر العراق بكثرة الخريجين العاطلين عن العمل وعن الحياة. تغريدة تعبر عن حالة اليأس في الجمهور العراقي لا سيما فئة الشباب. إنهم يقولون: هناك سياسيون يسرقون أعمارنا وهناك شباب يعيش ولكنه على هامش الحياة. بعد قليل ننتقل وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. هل سمعتم عن عمليات التهريب المشروعة؟ تعالوا نعرف أين يحصل هذا النوع من العمليات. أربع سنين عم نشتغل في الشغلة، نتعرض لشغلات كتير على الطريق، الطريق واقف صعب كتير، عم نضطر نمر من حواجز للجيش، أحيانا عم نتعرض للضرب، ومن عدد المخاضات اللي عم ننزل فيها بالمي وبالعاصي، وياما شباب واقع معنا ومتكسرة، وياما الجيش ضارب عالم معنا على الطريق، وياما عالم رايح هي والمتورات والحمل. كثير صعب، بدنا بالروحة شي ساعتين لأن الطريق وعر، وبالرجعة أكثر كوننا محملين يعني على آخر النهار، يعني يا من طالع لنا 1000 ليرة مصروفنا يا أما ما من طالع.
أعنى الله بلادنا وحسن أحوالها. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من تواصل دوت كوم. لاحقا نلتقيكم على خير، إلى اللقاء.